وللمزيد من النقاش حول الانتهاكات التي تشهدها البكرية ببغداد من تجريف للأراضي والممتلكات، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. 5 أشهر على قرار إخلاء البكرية لصالح مشاريع إسكان الضباط المقامة على أملاك الأهالي، برأيكم لماذا التنفيذ الآن وتجريف الأراضي؟ القرار المجحف بانتزاع أراضي ومساكن أهالي البكرية، مع العلم أنهم منذ عشرات السنين قد سكنوا بها بأوامر رسمية حكومية، وقسم منهم يحملون مستندات قانونية بامتلاك الأرض، وقامت الحكومة في وقتها على استصلاح الأراضي المحيطة بهم وجعلها ذات مردود زراعي واضح للمنطقة وللمحافظات العراقية ولبغداد خاصة. أما التوقيت الآن بتنفيذ هذا القرار البائس الذي ينتهك حقوق أهالي البكرية في الوقت التي تتصارح القوى السياسية بالفوز بالمناصب، ليجعل ذلك العمل الطائفي والإرهابي ضد أهالي البكرية كعربون أمام القوى المتحكمة بالمشهد السياسي بالنسبة للكاظمي، لعله يضمن الولاية الثانية لرئاسة الوزراء. نعم. طيب، ماذا عن الطرمية ومحيط مطار بغداد؟ يعني كان بالأمس واليوم نحن نتكلم عن البكرية، تزايد عمليات الاستيلاء على الأراضي بحجة بناء مساكن للضباط في الفترة الأخيرة، كيف يفسر؟ تزايد الاستيلاء على أراضي القبائل العربية السنية وبأسلوب ناعم تقوم به حكومة كاظمي هو استمرار لعمل الحكومات الطائفية التي قبلها، وارتكاب جرائم يندى لها الجبين للفت الأنظار إلى هذه الجرائم لتنفيذ مخطط التهجير لأهالي الطارمية والرضوانية والبكرية وغيرها كثير، لأحداث التغيير الديمغرافي التي تنشده دكاكين الأحزاب الطائفية خدمة للأجندة المرسومة قبل احتلال العراق وتحت ذريعة إقامة مجمعات سكنية سواء للضباط أو لغيرهم. نعم، اختيار أراضي في مناطق بعينها يثير شكوك حول نزع هذه الأراضي، لا سيما أنها تستهدف مكون بعينه كما يلاحظ مراقبون. إلى أي مدى ترى أن سياسة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها الحكومة هي يعني للعمل على تفريغ بغداد من بعض أهله الأصليين رغم امتلاكهم مستندات قانونية بالملكية لصالح غرباء في المستقبل؟ الحكومة الطائفية اختارت الأراضي التي تقطنها العشائر العربية السنية للاستيلاء عليها لعزل بغداد بمجمعات سكنية من مكونات أخرى عملية مقصودة ذات طابع تمييز طائفي واضح. نعم. طيب، ماذا عن الانتخابات الأخيرة؟ يعني هل نستطيع ربط هذه النتائج للانتخابات الأخيرة بمحاولة كل طرف من المتصارعين على السلطة بإرضاء جمهوره على حساب كما قلنا مكونات المجتمع العراقي والتغيير الديمغرافي الحاصل في بغداد؟ التنافس بين دكاكين الأحزاب التي حصلت على مقاعد بمسرحية الانتخابات التي لم يشارك بها سوى 12% فقط من مجموع الشعب العراقي، هؤلاء يريدون سرقة أراضي هذه القبائل العربية السنية وتهجيرها إرضاء لأسيادهم الساعين بالتمدد لأغراض شريرة في مناطق لم تكن يوما لهم ويحلمون بامتلاكها. ورغم كل ما تقوم به هذه الحكومات الطائفية فإن حقها للبكرية والطارمية والمقدادية والرضوانية وجرف الصخر وأي مكان آخر لا يسقط بالتقادم، سيبقى أهالي هذه المناطق يطالبون بحقهم إلى أن يأتي اليوم الذي ينتزعون فيه حقهم من عيون الطائفيين الأشرار والحكومة العميلة
هذه دكاكين الأحزاب تريد أن ترضي أسيادها من خلف الحدود، أما هي لا تمتلك أي قواعد جماهيرية أو شعبية يمكن أن تؤثر عليها أو يمكن أن تسعى لإرضائها، هي تسعى لمصالح حزبية وشخصية ولا يهمها الشعب ولا يهمها الجماهير بقدر ما تهمها إرضاء أسيادهم وتنفيذ أجنداتهم سواء خلف الحدود أو من يأتمرون بأمره. نعم، الشيخ يحيى سنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لك.